حاج محمد ما تقفلش، انا معايا المهندسه مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسوان، طيب برحب بحضرتك تمام يا تمام فندم. يا اهلا وسهلا. يا فندم انا هلخص لحضرتك، الحاج محمد معايا من وادي النقره، اراضي خارج الزمام، جمعيه العبور. هم بيقولوا ان الجمعيه ما فيهاش اسمده، وهو معايا على الهاتف الان. دي ايه جمعية مشكله عبور. جمعيه تمام. ايه مشكله جمعيه العبور؟ لا هي مش مشكلة ولا أي حاجة، هم دلوقتي كان عندهم كمية أسمدة وخلصت، وبعتنا عشان نجيب لهم جزء تاني، خصوصا ان مشكلة الجماعة دول ان هم اساسا كانوا تبع البنك، والبنك ما جابش غير حوالي 100 طن خلال الموسم كله، أي فطبعا طلبنا نقلهم من البنك للجمعية، فنقلناهم لجمعية المشتركة القبلية هناك عشان يبقى خاص بالحصة بتاعت خارج الزمام بس. يعني وفي عندنا مندوب من المراقبة او قطاع الاستصلاح اللي هو المسؤولين عن الموضوع ده، مسافر القاهرة عشان يبلغ البرنامج بتاعهم ويجيب لهم الاسماء. لحظة، يعني دلوقتي وبعدين هم يا دكتور يا فندم هم دلوقتي تبع الجمعية المشتركة القبلية. اللي هم مش تبع الجمعية المشتركة، هم مجموعة خارج الزمام ما لهمش جمعية اصلا، أي دي يعني خارج تم الزمام تحويلهم، أقصد إن هم هيصرفوا من الجمعية ايوه المشتركة القبلية. المشتركة القبلية، واحنا بعتنا لهم الجدول، وبرضه لازم يبقوا عارفين ان من القصب هناك زراعات مش مسموح بيها، عشان ما يجيش يقولوا ان احنا عايزين للقصب، أي هم هناك مسموح لهم بالخضار واذا كان بعض انواع الفاكهة، ولازم يكونوا متابعين انظمة الري الحديث، واخد بال حضرتك؟ ايوه فيعني هم دول عندهم عدة مشاكل معينة لان هم انا مش سامع يزرعوا يا قصب استاذ سامح. بص والله يا انا حاج مش سامع محمد، خالص. يا حاج محمد انا ايوه هقول ايوه استاذ لحضرتك، سامح المهندسه مفيده معايا بتقول لي ان ايوه انتوا مش مسمح لكم، يعني الاول احنا هنصرف الاسمده بتاعتنا، تم تحويلكم للجمعيه المشتركه القبليه، والان في ايوه مندوب من الجمعيه في القاهره بيبلغ برنامج الاسمده عشان يجيب البرنامج ده. ده بالنسبه ايوه للاسمده. بالنسبه لنظام الزراعه عندكم، انتوا مش مسموح بزراعه القصب في هذه المنطقه عشان ما تجيش تطالب بسماد، انت يا اما خضار وفاكهه ويكون عندك ري مطور. ونباتات طبية ايوه وعطرية نعم ونباتات طبية وعطرية. سامعني يا حاج لا محمد؟ لا 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 يا فندم، احنا ايه، احنا استثمار مسموح لنا بزراعه القصب، احنا مش ري مطور، لا احنا لا لا ري لا لا بالراحه، لا وده من العقد اللي هو مبرم بيننا وبين الهيئه. يا حاج محمد احنا ري بالراحه مش ري مطور، انت وده مكتوب في العقد اللي بيننا وبين الهيئه. احنا مش خريجين، احنا مش خريجين، احنا استثمار، احنا اراضي استثمار. طيب لحظه يا حاج محمد، مهندسه مفيده هو بيقول لي احنا مش شباب خريجين، احنا اراضي استثمار، في عقد ما بيننا وما بين الهيئه ان احنا ري بالراحه. بالراحه ولكن غير مسموح بزراعات اللي هي بتستهلك كميه ميه كتيره زي القصب والموز. ايوه ومين يديله التصريح؟ وهو لو عنده مشكله يجيني المديريه الاول ايوه ويجيب لي تعاقداته ونشوف هو اخذ من الشركه ولا من هيئه التعمير، ايوه عشان نشوف اذا كان مقنن وضعه مع هيئه التعمير ولا لا، عشان نقدر نحل المشكله بتاعته، فيجيب لي مستنداته والورق بتاعه كله عندي هنا في المديريه.